هل إحنا مخيرين ولا مسيرين؟ هل واقعنا ومستقبلنا حتمي ومكتوب مسبقاً بكل تفاصيله؟ ولا إحنا عندنا الإرادة الحرة في تغيير كل مجريات المستقبل في الكون؟ ويا ترى إيه رأي الفلاسفة والعلماء على مر التاريخ في التساؤلات الفلسفية دي؟ وهل فكرة الإرادة الحرة بتتعارض مع وجود خالق؟ وجود فكرة القضاء والقدر؟ ولا بتكملها وبتدعمها؟ جاهز بقى مشروبك المفضل الجميل؟ علشان عندنا النهاردة رحلة فريدة من نوعها وممتعة جدا، هنعرف بها إجابة سؤال هل إحنا مخيرين ولا مسيرين، وإيه رأي ميكانيكا الكم في التساؤل ده، وهمتكم معنا نوصل الفيديو ده 5000 لايك. أهلا وسهلا بيكم، أنا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. في سنة 1687 نشر نيوتن كتاب الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، ولكن وقتها علماء وفلاسفة كتير كانوا شايفين إن الكتاب ده قضى على فكرة الإرادة الحرة، لأن وفقاً للنظرية النيوتونية الكون بيشتغل زي ساعة آلية عملاقة في مسار صارم ومحدد بصورة مسبقة، ومستقبله بيتجه ناحية حالة نهائية غير قابلة للتعديل أو للتبديل. ده غير أن تم الافتراض بأن كل ذرة في الكون ليها مسار مقرر ومحكوم عليه بصورة مسبقة، والحكم ده وقع على كل الذرات من بداية الزمان. وعلشان كده كان وقتها بيتم النظر للكائنات البشرية بموجب ميكانيكا نيوتن على أنهم عناصر آلية تابعة للآلية الكونية الجبارة. ومن بعد حقبة نيوتن ظهر عصر جديد للفيزياء زي نسبية الزمان والمكان وتفسير كوبنهاجن لميكانيكا الكم ومبدأ عدم اليقين لهايزنبرج، وبكده رجعت عجلة موضوع حرية الاختيار والحتمية لدائرة البحث والتمحيص من جديد. فعلى سبيل المثال نظرية الكم بتنتج لنا واقع مختلف عن اللي كنا نعرفه، وبتقول لنا أن المراقب دور حيوي عظيم في تحديد طبيعة الواقع الفيزيائي، واللي بيدي البشر قدرة مميزة في التأثير على البنية المادية للكون، وده على منهج مختلف تماما من اللي كان على زمن نيوتن. أما بقى من وجهة نظر النظرية النسبية، فالنسبية أزاحت لنا مفهوم الزمان المطلق، وإن مفيش ساعة كونية عظيمة بتدق في كافة أنحاء الكون، واللي من خلالها عرفنا أن الزمن نسبي في كل حتة في الكون. ومن بعد كل ده بدأ يفكر العلماء في أن لو فعلا المستقبل موجود في مكان ما وزمان ما، فهل يا ترى نقدر نوصله ونغير منه، ولا احنا عاجزين عن ده؟ بلغة تانية، هل احنا مخيرين ام مسيرين؟ وهل المستقبل واقع حتمي مترتب سابقا ولابد منه، ولا المستقبل متغير ونقدر نعدل من مجرياته طبقا للفيزياء الحديثة؟ بس خليني يا صديقي قبل ما تطرق لرأي الفيزياء الحديثة في الموضوع ده ارجع للعلماء والفلاسفة السابقين على زمن نيوتن ونشوف كانوا شايفين الموضوع ده ازاي. زي ما احنا عارفين ان طبقا للنظرية النيوتونية القديمة هنلاقي كل ذرة بتتحرك على امتداد مسار بتحدده القوة اللي بتأثر عليها، واللي بتأثر على ذرات تانية وبتحدد مسارها، وده اللي بيحصل لكل الذرات في الكون. والحقيقة ان ميكانيكا نيوتن بتتيح من الناحية المبدئية التنبؤ بكل اللي هيحصل وبشكل دقيق، وده اعتمادا على اللي نعرفه مسبقا. وبيقول نيوتن ان موجود في الكون سلسلة صارمة من السبب والنتيجة، واللي بتحكم كافة الظواهر بداية من اهتزاز جسيم وصولا لانفجار مجرة. ومفهوم ميكانيكا نيوتن يا صديقي خلى علماء كتير يتأثروا بيه، وعلى سبيل المثال المهندس وعالم الرياضيات الشهير والفلكي بيير سايمون لابلاس تفكيره في ميكانيكا نيوتن خلاه يوصل لأنه يعلن عن تجربة فكرية اتعرفت باسم لابلاس ديمون. والفكرة ورا شيطان لابلاس هي كالتالي، تخيل معايا وجود ذكاء خارق افتراضي بيشار لي غالبا باسم شيطان لابلاس، والشيطان ده بيمتلك معرفة كاملة بموضوع وسرعة كل جسيم في الكون، بالإضافة للمعرفة الكاملة بقوانين الكون، ووقتها هيكون قادر على التنبؤ بالمستقبل بيقين مطلق. وفقا للديترمينزم أو الحتمية، المفهوم الفلسفي اللي بيقول بأن كل حدث ليه سبب وأن مفيش عشوائية حقيقية في الكون، فوقتها هيكون شيطان لابلاس قادر على استخدام معرفته وقوته الحسابية علشان يحسب الحالة الدقيقة للكون في أي وقت في المستقبل. وده ممكن يشمل التنبؤ بحركات الكواكب وسلوك الجسيمات وحتى تصرفات وأفكار الأفراد والمجتمعات. ولو كان الكون فعلا بيشتغل بشكل حتمي وكان شيطان لابلاس ممكن فعلا وواقعي، فده ساعتها يشير لفكرة أن الإرادة الحرة هي مجرد وهم وإحنا مسيرين ولسنا مخيرين، وده لأن كل الأحداث هتكون متحددة بشكل مسبق. ولكن على الجانب التاني هنلاقي أن شيطان لابلاس بيواجه حجج كتير زي الكيوس ثيري أو نظرية الفوضى، واللي بتتناقض فيها بشكل كبير مع شيطان لابلاس من خلال انها بتقدم مفهوم الاعتماد الحساس على الظروف الاوليه، واللي معروفه باسم باترفلاي افكت او تاثير الفراشه،
واللي بيقول إن الاختلافات الصغيرة في الظروف الأولية ممكن إنها توصلنا نتائج مختلفة تماماً مع مرور الوقت. يعني الأنظمة الفوضوية واللي بتكون حساسة للغاية للظروف الأولية، فوقتها حتى أصغر التغيرات في حالة البداية ممكن إنها تعمل اختلافات كبيرة في سلوك النظام في المستقبل، بسبب إن الحساسية دي هتتضخم بمرور الوقت، وده اللي بيخلي التنبؤات طويلة المدى صعبة للغاية أو مستحيلة من الناحية العلمية. ولو مش فاهم الكلام المكلكع ده فخلينا بسطها لك أكتر. بص يا صديقي، اللي بتقوله نظرية الفوضى هو إن أي تغيير في حالة النظام هيعمل تغيير كبير في المستقبل، ووقتها مش هنقدر نتنبأ بشكله في المستقبل. وده هو بالظبط تأثير الفراشة، واللي هو استعارة بيتم استخدامها غالبا في نظرية الفوضى، واللي بتقول إن ممكن رفرفة أجنحة فراشة في البرازيل تكون سبب في حدوث إعصار في ولاية تكساس. والفكرة دي بتوضح إزاي ممكن للاختلافات الأولية اللي بتبان غير مهمة إن يكون ليها تأثيرات عميقة على التطور المستقبلي للنظام. أما المعضلة التانية اللي بيواجهها شيطان لابلاس هي التساؤل بخصوص هل ممكن للدماغ البشري إنه يحتسب حالته الشخصية المستقبلية من غير ما يأثر عليها. فبيجادل شوية من العلماء إمكانية امتلاك أي فرد القدرة الكاملة على التنبؤ الذاتي لمستقبله، لأن ده مستحيل. وعلشان توصلك الفكرة، تخيل معايا ان في عالم خارق قدر يدخل دماغك ويحسب كل حاجة هتعملها بالدقائق والثواني، فوقتها لو قالك على مستقبلك ده هيخرب عليك كل شيء. لانه على سبيل المثال خلينا نتخيل انه قالك انك بعد 5 ثواني هتسقف بايدك، فوقتها حالتك الدماغية هتتأثر وهتتعدل بموجب اللي عرفته من العالم الخارق ده. وبما انه قالك انت هتعمل ايه، وقتها هيتغير مستقبلك، لانك ممكن ما تكونش واثق في صحة عمله التنبؤي ده، وبكده محدش هيقدر يتنبأ بحالته المستقبلية، لأن ده دايما هيأثر عليها ويغير من مجرياتها. ومهما كان سلوكك قابل للتنبؤ وحتمي بالنسبة لأي عالم خارق، إلا إنه هيفضل سلوكك غير قابل للتنبؤ ليك من الناحية المنطقية، وده اللي بيحافظ على مفهوم الإرادة الحرة على أقل تقدير. أما العامل الثالث والأكثر أهمية اللي بيقف في وجه إمكانية التنبؤ بالمستقبل هو العامل الكمي. يعني بحسب الطبيعة الأساسية لنظرية الكم، الطبيعة بيكون صعب التنبؤ بيها بشكل كامل، وده اللي بيأكده الانسرتينيتي برينسيبل أو مبدأ عدم اليقين لهايزنبرج اللي وضعه في سنة 1927، واللي يعتبر واحد من أشهر المبادئ الأساسية في ميكانيكا الكم، واللي بينص على إنه لما بنقيس خصائص أي شيء في الطبيعة فوقتها مش هنقدر نعرف الحقيقة بشكل كامل وبنسبة 100%. يعني على سبيل المثال لو قررنا إننا نقيس بدقة خصائص جسيم معين زي مكانه وسرعته، فوقتها مستحيل نقدر نعرف بشكل دقيق الخصائص دي في نفس اللحظة. يعني كل ما زادت معرفتنا ودقتنا في تحديد مكان الجسيم، كل ما معرفتنا بسرعته هتقل، والعكس صحيح. والحقيقة إن الموضوع ممكن لوهلة يبان وكأن الكون بيحاول يحافظ على شوية من خصوصيته وبيحاول إنه يخفي شوية من المعلومات عنا. أنا عايزك تبقى واخد بالك إن مبدأ عدم اليقين مش شيء بيظهر نتيجة الخطأ في القياسات أو كنتيجة لمشاكل في أجهزتنا، ولا حتى بيظهر كنتيجة لانعكاس افتقارنا للمعلومات الكاملة في معرفة الأنظمة الفيزيائية، إنما مبدأ عدم اليقين ليس إلا مجرد قيود بتفرضها علينا الطبيعة نفسها على معرفتنا بخصائص الكيانات الفيزيائية. ولكن لابد إننا نعرف إن العامل الكمي ضئيل جدا وممكن ما يكونش ليه تأثير بصورة ملحوظة على عمل الدماغ على مستوى الخلايا العصبية المفردة اللي بتكون الشبكة العصبية الدماغية. وبالرغم من كل اللي قلنا ده، إلا إننا هنلاقي دايما أنصار الإرادة الحرة بيقولوا إن لابد إننا نكون مسؤولين عن أفعالنا لأنها محددة من واقع طبيعتنا وميولنا وشخصيتنا. وعلى سبيل المثال خلينا نفترض وجود رجل مسالم ولطيف ولكنه ارتكب فعل عنيف. وقتها هيقول أنصار الحتمية إن ده كان فعل عفوي تلقائي بدون سبب مسبق، والفعل لا يقع على عاتق المسبب. بينما أنصار الإرادة الحرة هيقول إن هو مسؤول عن اللي عمله، ولازم إننا نوديه لمركز إعادة تأهيل ونعالجه بالعلاج السلوكي المعرفي وشوية أدوية وعلاج نفسي علشان يبقى كويس في المستقبل. وكل اللي قلناه من مصطلحات زي الحتمية وزي الإرادة الحرة ما ينفعش أبدا تخلط بينه وبين الدكتراين اوف فاتاليزم أو مذهب الجبرية اللي هو القضاء والقدر، واللي بيقول إن الوقائع المستقبلية أمر خارج عن حدود سيطرتنا بالكامل، لأن في النهاية ربنا أعلم بالأقدار. ولكن ده مش معناه إننا نرمي نفسنا في النار ونقول إن لو ربنا مش مقدر لي إن أتحرق يبقى مش هتحرق. لا خالص، الموضوع مش كده، لأن المقصود بالقضاء والقدر هو أشبه بحاجات فوق قدرتنا على التعامل معها ومنعها من الحدوث، زي حرب عالمية جديدة أو كارثة طبيعية هتحصل أو سقوط نيزك عظيم على الأرض.
ولكن على الجانب التاني اللي نقدر فعلا نقول بأنه يتبع للإرادة الحرة هو إمكانياتنا في التأثير المستديم في حياتنا اليومية على نتائج ووقائع إحنا نقدر نتحكم فيها، لأن في النهاية إحنا اللي مسؤولين عن حياتنا. وبعد الفرق اللي ذكرته ده، ما ينفعش حد يجي يقول طب ليه من الأساس أهتم بأن أبص حواليا وأحسن من نفسي وأحاول، طالما قدر اتكتب من قبل ما ربنا يخلقني. والحياة إن الإرادة الحرة والقضاء لما ندمجهم مع بعض هنحس براحة فائقة، لأن رغبتنا في الحرية كبشر بتستلزم حاجة كبيرة في شعورنا بأننا احنا السبب الحقيقي في مجريات حياتنا اليومية، بينما الحاجات الأكبر من قدرتنا على التعامل معاها والأبعد من حدود سيطرتنا وتحكمنا بيها وقتها مش هنهتم بيها، لأننا هنبقى مرتاحين نفسيا لأننا عارفين حقيقة وجود خالق عظيم بيتدبر أمورنا. لو وصلت لحد هنا بأكيد الفيديو عجبك، فما تنساش تعمل لايك وتسيب لي رأيك في الكومنتات، وكالعادة هسيب لك المصادر تحت في الديسكريبشن. ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس على شكل قلب تحت الفيديو، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.